السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم. إخواني أعزائي، اليوم صيغة الفيديو صيغة مختلفة تماما. اليوم فرصة عمل حقيقية في إيطاليا وفي أغلى منطقة في إيطاليا، وإن شاء الله كل ما تتوفر فرصة عمل في روما، في الشمال، في الجنوب، إن شاء الله سوف أنزلها لكم حتى يستفادون الناس المقيمين في إيطاليا، كل الجاليات العربية. إذا أخي العزيز، إذا أنت تشوفني أول مرة ضيفني، حتى إذا كنت تقلب أو تبحث عن بيت أو سكن أو حتى عمل، إن شاء الله كل الفرص الحقيقية سوف نضعها هنا. شلون أجيب هاي الفرصة؟ آني دي يكلموني على التيك توك ويقولوا لي مثلا نحتاج فرصة عمل كذا كذا كذا، فيعطوني أرقام تليفونات الناس الحقيقيين، يعني الناس اللي هم مدراء هذه المشاريع، ويقولوا لي ابحث لنا عن كذا مهنة كذا مهنة. فإن شاء الله آني راح أصيغها بشكل فيديو ونزلها، وأعطيكم رقم التليفون الخاص للمدير حتى تتصلون بي وتحصلون فرصة العمل هذه. إذا الناس اللي تتحجج وتقول ماكو عمل ماكو عمل ماكو عمل، أخوي العزيز كون صاحب مهنة وتكلم بعدين، لأنه هناك عمل كثير في إيطاليا، ولكن يحتاج إلى المهنة، يحتاج إلى ناس فعلا عندهم مهنة حقيقية حتى يأخذون هذا العمل. إذا أخواني الأعزاء، فرصة العمل اليوم هي حلاق، محتاجين حلاق في بولزانو. هذه المدينة بولزانو مدينة غنية جدا وجميلة جدا على الحدود السويسرية الإيطالية، مدينة تتكلم اللغة الإيطالية والألمانية، مدينة غنية، وأيضا إخواني ممكن أن تصنع مستقبلك هناك. وهذا الإنسان قال أني مستعد، أي إنسان يجي من قبلك أني أشغله مباشرة. إذن اللي يشوف بنفسه أنه حلاق تمام ومحترم وعنده خبرة، فهو تدرون يعني الرجال فاتح للعرب وللأجانب، يريد حلاق محترف، يعني حلاق 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 ابن أبوه، حلاق ابن أمه، يعني يقدر يحلق ويبيض الوجه. فإذا أخواني الأعزاء، حتى لا تقولون يطول بالفيديو يطول بالحكي، أني راح تشوفون الآن راح يظهر أمامكم رقم التليفون الشخص المعني في اللي موجود بإيطاليا، واللي يشوف الفيديو من أخواني المتابعين من كل الأقطار العربية وعنده حلاق في إيطاليا، خلي ياخذ الرقم ويعطيه ويتصل به، لأن الرجل البارحة كلمني واعطاني رقم التليفون وقال أي إنسان يشوف بنفس الكفاءة أنه حلاق يجي وانا أعطيه كل شيء، الراتب، البوسطة باقة، كل هذه الأمور. والولد عراقي، صاحب الصالون عراقي ومحتاج إلى حلاق. إذن أخواني الأعزاء، الآن ده تشوفون بدأ يظهر أمامكم رقم التليفون حتى تتصلون به. إذن أخوان اللي شافنا وعجب الفيديو، خلي يشترك، لأن هناك فرص عمل حقيقية في روما. اللي الآن سوف يعني يعطوني رقم التليفون حتى أضعه، وهناك فرصة حقيقية للعمل. أخواني تقبل مروري، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.